الحياة في مجملها خطوات، إما بنخطوها في الطريق نحو الهدف أو لا طريق ولا هدف. مساء الخير أحبائي المشاهدين في كل مكان، بحييكم من استوديوهات الكارما في تورونتو كندا في حلقة جديدة من برنامجنا خطوات قدام. الحقيقة يعني عايز أبتدي باعتذار لظروف خارجة عن إرادتنا، يعني كان المفروض يكون معنا النهاردة أخونا الحبيب ناصف صبحي، لكن لظروف خارجة عن الإرادة هو وصل تورونتو هنا فعلا، بس الطيارة تأخرت فيعني ما لحقش يكون معنا، فأنا بعتذر بشدة لظروف فعلا خارجة عن إيدينا، لكن واثقين جدا في نعمة الله، واثقين أنه حضوره هو يكفي، وأنه ممكن يستخدم الوقت ده بشكل خاص جدا أنه يعني يوصل لينا ويبارك كل شخص بيشاهد الحلقة. أنا مبسوط جدا وتشرف الحقيقة كمان أن يكون معايا أخ جميل حبيب مرنم حلو، حلو الشخصية وحلو الصوت ومبارك جدا في خدمة التسبيح، وهو ديفيد يونان. أهلا بيك يا ديفيد. أنا مبسوط بجد أنه أنت معنا النهاردة، أنت كنت هتبقى معنا كده كده حتى ولو نصف موجود، لكن يعني فرصة كويسة نحكي مع بعض ونتشجع بكلمة ربنا وبالترنيم وبصوتك الجميل. أمين. أنا مبسوط أكون موجود ومتشجع أوي بالبرنامج. أمين. طيب أنا يعني هغير شوية في العنوان، لأنه بما أنه كل حاجة متغيرها النهاردة فهغير شوية في العنوان وحطه الآية اللي جت في مزمور 119 وعدد 71، بيقول كده: خير لي إني تزللت لكي أتعلم فرائضك. خير لي أني تزللت لكي أتعلم فرائضك. الحقيقة يعني الكاتب المزمور هنا بيطرح طرح غريب، والحقيقة ينفع يكون غير واقعي. محدش يقول كده، حد يقول خير لي أني تزللت؟ يعني هل ده كلام منطقي؟ ينفع حد يقول الحقيقة أنه كان كويس ومناسب وحسن أني اتزليت؟ الحقيقة ده كلام يعني بالمنطق وبالرأي الإنساني الطبيعي نشعر أنه فيه كده مبالغة شديدة جدا، لكن هو بيقول أنه أنا شفت حاجة حلوة في الذل لأنه من خلاله اتعلمت فرائضك، وكأنه عايز يقول في حاجات ما كنتش هقدر أتعلمها منك وعنك إلا من خلال الذل. ومعرفش يعني لو سألت واحد طبيعي، إنسان طبيعي، أو لو سألت نفسي يمكن، يا ترى توافق على الفكرة دي إنك تتزل شوية بس تتعلم فرائض الرب؟ هل ده كلام مقبول؟ أنا أقول لكم بصراحة لو العرض ده بيعرض عليا أنا هبقى متردد جدا في قبوله. أحس إنه هو لازم شوية تزل عشان أتعلم. يبدو إنه لازم، ويبدو إن هذه الطريقة اللي أحيانا مش دايما بس أحيانا بيبقى دي أو ده الطريق اللي بنتعلم من خلاله. عشان كده أنا في الوقت بتاع البرنامج اللي جاي هناقش الفكرة دي بأفكار وترانيم مع ديفيد في الفكرة دي، وهقول إنه الفكرة دي أثبتت فعاليتها مع بعض الشخصيات في الكتاب المقدس. هقف قدامهم كده وقفات سريعة ونرنم ونتعزى ونتشجع ونختبر حاجة كده يمكن تكون غريبة على الفكر الإنساني. الشخصية الأولى هي دانيال. دانيال اتزل. دانيال كان ليه موسم ذل، أنا بسميها مواسم الذل. اتزل دانيال لليلة واحدة. وخدوا بالكم من الوقت، لأنه كل شخصية من الشخصيات هنقف قدام الوقت فيها. دانيال اتزل ليلة، بس ما كانتش ليلة بسيطة، ده ذل قوي وذل شديد وذل صعب ويخوف الحياة. ذل دانيال كانت ليلة قضاها في جب الأسود. لو سألته يا دانيال كم كان
وقت أو زمن زلك؟ يقول لي ليلى. أقول له كانت بسبب إيه؟ يقول لي الحقيقة أنا ما عملتش حاجة. الحقيقة الذل ده كان نتيجة ظلم من الناس، وبسبب تمسكي بكلمة الله. لما لقي نفسي، وأنا بتكلم إخواتي المؤمنين اللي أحيانا يلاقوا نفسهم في أوقات إنهم وقعوا في جب أسود بسبب إيمانهم، بسبب تمسكهم بكلمة الله. أنا عايز أقول لكم في دانيال 6، اسمعوا معايا أحبائي الكلام الجميل ده اللي أتمنى إنه ينطبق عليا وعلى كل حد بيسمعني. يقول كده في دانيال 6 إنه لما داريوس الملك عظم دانيال وخلاه حاجة كبيرة قوي، فهما الوزراء التانيين عايزين يمسكوا عليه علة، فيقول كده في عدد 4: ثم إن الوزراء والمرازبة كان يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، عايزين يمسكوا عليه زلة، فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا. يا حلو قوي التقرير ده عن دانيال، لم يجدوا علة ولا ذنبا. لكن بعدها يقول إيه؟ لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. واو، حلوة دي قوي. يعني اللي هو إيه؟ إحنا عايزين نمسك عليه علة، عايزين نمسك عليه زلة. غالبا مفيش حل غير إن إحنا نمسكه من حتة إنه ماسك في شريعة إلهه، وهي دي اللي هتكون السبب إنه هيترمي في موسم زله، في ليلة صعبة قوي عليه، يترمي في جب أسود. وترمى دانيال في جب الأسود ليه؟ لأنه مسك في الحق، لأنه ما تمسكش عليه غير إنه بيتبع شريعة إلهه. وسأل دانيال: يا دانيال، حاسس بإيه في جب الأسود في الليلة دي؟ يقول: أنا مرمي هنا من غير سبب، ويقول أنا مرمي هنا بسبب التمسك بالحق. لكن هنا الطرح بقى اللي بطرحه يا ديفيد واللي بفكر فيه هو إنه هل خرجت حلاوة من هذا الجفاء؟ هل خرج خير من الذل؟ يا ترى في وسط الذل ده، وخدوا بالكم كاتب المزمور بيقول لي: خير لي إني تذللت. هل في خير يطلع من الذل؟ في اللي دانيال طلع خير من الذل، طلع خير ليه، وتجرأ وأقول خير لإلهه كمان. دانيال أكرم، اسمعوا كده معايا بيقول إيه، إنه باكرا عند الفجر داريوس ما نمش بالليل وراح كده يدور عليه الصبح. فبيقول في عدد في دانيال 6 وعدد 20: لما اقترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيف: يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما، واخدين بالكم تعبده دائما، دي شهادة داريوس عنه، قادرة على أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال وقال إيه: يا أيها الملك، عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا قدامه. إيه الخير اللي طلع من هنا؟ أسأل دانيال: في خير في الليلة دي؟ في خير، ده أنا شفت إلهي كما لم أراه من قبل، أنا شفته معايا في الكوب، أرسل إيده وفي ظلمة الجب نور وسد أفواه الأسود وطلع منها خير. الخير الأول المعية، لكن الخير الثاني يقول كده في عدد 28 بعد القصة دي، نقول: فنجح دانيال هذا في ملك داريوس. نجح دانيال. ليلة صعبة، اسمحوا لي أقول ليلة سودة، حالكة السواد، لكن نجح دانيال وطلع بمعية، طلع بإكرام، طلع ببروموشن، بترقية، لكن كمان الله استفاد، إذا جاز التعبير، الله استفاد. يقول كده إنه الملك داريوس كتب إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها: ليكثر سلامكم، من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. لو بتسمعني كده قول هللويا، هللويا. إله دانيال تمجد في ليلة ذل، أو من خلال ليلة ذل دانيال. شهادة داريوس يقول: لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول، وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. نقدر نقول يا ديفيد خير لي إني تذللت؟
تفتكر دانيال ينفع يقول الستيتمنت ده؟ أكيد أكيد، التجربة اللي مر بيها وشاف قرب ربنا منه خلاه يشوف الذل اللي هو دخل فيه ده أنه بركة ومرحلة جديدة وشهادة للناس اللي حواليه وللملك في الوقت ده. فهو يبان أنه ذل وصعب في وقتها، لكن في الآخر ربنا دايما بيطلع خير من الموقف. خير لي إني تذللت. أمين. ترنم لنا. أمين. لا يكون ظلام. لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. لا يكون ظلام للي عايش جوادي، ويكون سلام وإيديك تفتح طريق. لا يكون ظلام للي عايش جوادي، ويكون سلام وإيديك تفتح طريق. من جوا نعشي سمعت صوته ينادي اسمي، وبكلمة منه رد روحي جوا جسمي. من جوا نعشي سمعت صوته ينادي اسمي، وبكلمة منه رد روحي جوا جسمي. لا يكون ظلام للي عايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. لا يكون ظلام للي عايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. أم وأنا رافع عيني لعينيه، ولا إيد بتسند أو تساعد غير إيديه. أقوم وأنا رافع عيني لعينيه، ولا إيد بتسند أو تساعد غير إيديه. لا يكون ظلام للي عايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. لا يكون ظلام للي عايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي خدمتي يلي فادتني. أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي خدمتي يلي فادتني. لا يكون ظلام للي عايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. لا يكون ظلام للي عايش جوا دي، ويكون سلام وإيدي تفتح طريق. عايز أقول لإخواتي، لكل حد في ليلة ذل أو ضلمة، إنه في خير إلهك يقدر يخرجه من الليلة دي. كل حد في ليلة ضلمة بسبب تمسكه بكلمة الله، بسبب إيمانه،
يمكن بسبب أنه مسيحي، يمكن بسبب أنه مؤمن في مكان شرير. افتح عينك الروحية وشوف إلهك بينور في الليل ده ويبتسم في وجهك ويقول لك لا يكون ظلام. يمكن حد بيسمعني يقول لي بس ليلة سهلة، يعني اهي ليلة وعدت بسرعة وبقية أمور دانيال كانت كويسة. الحقيقة هي دانيال كان موسم الذل بتاعه ليلة، لكن الشخصية الثانية كان موسم الذل بتاعه ثلاث ليالي. يونان كان في بطن الحوت ثلاث ليالي، ضلمة يعني، إذا كان الجب ضلمة فبطن الحوت أظلم إذا جاز التعبير، ضلمة قوي يونان. بس الفرق بين يونان ودانيال، دانيال راح بسبب تبعيته لإلهه، راح الجب، لكن يونان لقى نفسه ببطن الحوت بسبب عدم تبعيته لإلهه، بسبب يعني اختياراته البعيدة عن الله، بسبب يعني أقدر أقول حصاد، خد قرارات غلط، وفجأة وجد دانيال نفسه في بطن الحوت. متأسف يونان لقى نفسه في بطن الحوت. كانت دعوة الله ليه يمشي في طريق إلى نينوى أو نينوى، واختار هو أن يذهب إلى ترشيش، وبدأ يحصد حصاده، ريح وزوبعة ومركب تكاد أن تغرق، وفي الآخر يلاقي نفسه في بطن الحوت. واسأل يونان، يا يونان إيه مالك، حاسس بإيه في الوقت ده؟ يقول لي أنا مشاعري مختلطة ما بين الندم والرجاء، أنا ندمان أني لقيت نفسي في الحتة دي، أنا ورطت نفسي، أنا خدت قرارات غلط وحسبت حسابات غلط ومشيت بإرادة الذاتية ولقيت نفسي في حتة غلط وبدفع الثمن هنا، لكن جوايا رجاء، لسه عندي رجاء في إلهي، تعبان لكن منتظر رجاء. عايز أقول لإخواتي اللي موسم ذلهم أطول شوية من ليلة، يمكن ثلاث ليالي، أيا كانت ثلاث ليالي دي تكون في حياة كل شخص قد إيه زمنها، لكن اللي لقى نفسه بسبب أخطاء أو قرارات غلط خدها في وقت، لقى نفسه في حتة صعبة قوي، يقول كده يونان في نبوة يونان أو سفر يونان صح 2، يقول كده: فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيقي الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهوية. أنا حاسس أن أنا غرقت في هذه الحمقة العميقة، في جوف الهوية أنا بصرخ لإلهي. لكن وهو في إحساسه بالندم لأجل قراراته الغلط يقول إيه؟ بيقول: جازت فوقي جميع طياراتك ولججك، قلت قد طردت من أمام عينيك. حاسس أنه هو بوظ الدنيا وأكيد خلاص هو يعني رفض من الله تماما. يقول بعدها: ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. ما زال الرجاء موجود. وده اللي أنا عايز أقوله لإخواتي اللي لقوا نفسهم في مرحلة حصاد مر: لا تفقدوا الرجاء في إلهكم، إلهكم يتدخل في الرجاء في الحصاد ويصنع رجاء ويعطي رجاء. لا تفقد رجائك، ما تفشلش، حتى ولو كنت الوضع اللي انت فيه والذل اللي انت فيه والتعب اللي انت فيه دلوقتي بسبب قراراتك الغلط او قراراتك الغلط، لا تفقد ثقتك، إلهك يتدخل في حصادك حتى ولو في تبعات للأخطاء، لكن إله كل نعمة يتدخل في الحصاد. أنا شفت ناس كتيرة قوي فشلانة، شفت ناس كتيرة قوي حاسة أنه خلاص بوظوا الدنيا وخربت وبقوا في وضع صعب. عايز أقول لإخواتي دول إلهك يتدخل في حصادك. آخر جزء في صحاح 2 ده ديفيد يقول إيه؟ أما أنا، عدد اللي هو صحاح 2 وعدد 9: أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته للرب، وأوفي بما نذرته. بعدها تعبير جميل قوي: للرب الخلاص، للرب الخلاص. هناك رجاء حتى لمن يحصد ثمن أخطائه. ما
بعدها يقول ايه بقى؟ شوف تدخل الله في الحصاد. يقول وامر الرب الحوت، الله امر الحوت فقذف يونان الى البر. مش الحصاد اللي انت فيه يمكن دلوقتي لو حد بيسمعني وشعر انه هو متورط في امر وبيحصده دلوقتي، هذا ليس او هذه ليست نهاية القصة. الهك يتدخل في حصادك. عشان كده انا بحب الترنيمة دي اللي بتقول، اللي بيقول كاتبها، تواضعي نفسي تحت يد الله. عايز اقول لاخواتي اللي بيحصدوا، في ليلك الحالك، في ذلة حالك، في كل أحوالك تواضعي نفسي. أنا قبل ما نرنم الترنيمة دي يا أسيس، كنت عايز أقول حاجة بالنسبة للكلام ده. من فضلك قول. وعن خبرة، إنه الأغلاط اللي إحنا بنغلطها في حياتنا بنفتكر إنه ربنا ورانا بالكرباج علشان يأدبنا ويعاقبنا، وإنت عملت غلط فإنت لازم تاخده على دماغك. ربنا مش بيفكر بالطريقة دي أبدا. مكتوب في مزمور من المزامير إنه لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا. ربنا أحيانا الأغلاط اللي إحنا بنغلطها والقرارات الغلط بناخدها هو بيستخدمها عشان يتمجد فيها كمان. والدليل في كده إنه يونان لما قعد في بطن الحوت 3 أيام، يسوع استعمل المثل ده وقال كما أن يونان كان في بطن الحوت 3 أيام هكذا ابن الإنسان. فهو يسوع كان فاكر القصة دي والحكاية دي، وكان فيها هدف وكان فيها درس ولسن يعني خرج منها خير، خرج منها خير. إنه كمان يونان ينطق باسمه الرب يسوع. يعني أنا لو هيقولوا لي دلوقتي إنه يسوع هيقول اسمك وهو بيعلم، هو في خير أكتر من كده؟ يعني صحح المسار، رجعه تاني واستخدم القصة دي إنه يعلن إعلان عن صليبه وعن فدائه. يبقى خير لي إن يعني ينفع يونان دلوقتي يقول يعني يقدر يونان دلوقتي يقول خير لي إني تزللت. أمين أمين. تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله تواضعي نفسي، في ليلك الحالي، في ذلتي حالي، في كل أحوالي تواضعي نفسي، في ليلك الحالي، في ذلتي حالي، في كل أحوالي تواضعي نفسي، في يومك الباكي، في وسط بلواكي، كي يخزى أعداك تواضعي نفسي، في يومك الباكي، في وسط بلواك، كي يخزى أعداك تواضعي نفسي، تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله تواضعي نفسي، الأمر للإله فارضي بما يرضى، تعينك يمنى تواضعي نفسي، الأمر للإله فارضي بما يرضى، تعينك يمنى تواضعي نفسي،
نفسي تحت يد الله تحت يد الله تواضعي نفسي كفي عن الشكوى مهما تكن البلوى في شخصه السلوى تواضعي نفسي كفي عن الشكوى مهما تكن البلوى في شخصه السلوى تواضعي نفسي تحت يد الله تحت يد الله تواضعي نفسي تواضعي نفسي تحت يد الله تحت يد الله عايز أقول لإخواتي في موسم ذل أو تعب أو وجع بسبب حصاد اتضعوا أمام الرب وانتظروا وترجوا الرب ولا تنحنوا. يونان اتصحح مساره، اتذكر اسمه من فم الرب يسوع، لكن كمان استخدم استخدام غير مستحق يا ديفيد. يعني يونان اختار انه ما يسمعش الدعوة وما يروحش لنينوى، لكن الله في امانته ونعمته يرجعه تاني، يرجعه ويصحح مساره ويستخدمه برغم انه هو ما كانش عايز. ويونان يقف كده قدام كرسي المسيح وهو في ايده حصاد كبير، كل نينوى كل نينوى خلصت برسالة يونان، مع ان يونان ما كانش عايز يعمل كده. كانه يعني الله كده اللي هو ايه، انا هكرمك واستخدمك حتى بضعفك وحتى بعدم امانتك. يبقى ليله اولى او يعني دانيال ذله كان ليله في جب اسود ظلم وما يستحقش. يونان ذله ثلاث ليالي بسبب يعني اختياراته الغلط وحصاده. لكن عندي مدة أطول شوية، موسم أطول شوية للذل، 13 سنة، وهو يوسف. يوسف موسم ذله كان 13 سنة. في سن 17 بدأ ذل يوسف لغاية سن 30 سنة. 13 سنة ذل، ذل ذل يعني، مش ذل ذل اللي هو من النوع اللي إيه؟ اللي هي أزمات متلاحقة دي، اللي هو إيه، تطلع من واحدة تلاقي التانية، تطلع من التانية تلاقي التالتة. وساعات كده تبص يعني نلاقي نفسنا في الحتة دي بتاعت إنه إيه، ألاقي نفسي في أزمة، فابتدي أقول له يا رب واستنى، خلاص استنى ينقذني هيطلعني، ألاقي نفسي رجلي بتيجي بتتغرس أكتر. يعني أنا أتوقع إنه يوسف وهو في البير بيبكي ويسترحم إخوته، كان بيسترحم ربنا وبيقول له يا رب ارحمني، ومستني فرج ربنا يجيله. يلاقي الإسماعيليين معدين وأولاده وإخواته يبعوه، ويطلع من البير لبيت فوتيفار عشان يكون عبد هناك، ويقعد في بيت فوتيفار ويطلب ربنا، ويبقى مستني انه يطلع من الازمه دي، يطلع من بيت فوتيفار على فين؟ على السجن. اللي هو يا رب يعني هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ وفي السجن يعني تجيله كده حته امل كده انه يلاقي الساقي الملك ويفسر له الحلم ويقول اهو هيتكلم عني عند الملك عند فرعون ويمكن ينقذ، ويلاقي نفسه بيتنسي سنتين. يعني الساقي لم يذكر يوسف بل نسيه سنتين كاملين.
عايز أقول لإخواتي اللي فجأة بصوا لقوا الحياة قلبت، عارفين عارفة ديفيد في تعبير كده يقول لك هي قلبت ادتني ظهرها. يوسف انتقل من التدليل والراحة للشقة للشقة وللظلم، وهو سنه 17 سنة في تكوين 37. يعني نلاقي انه الله انه ابوه جاب له قميص ملون. على فكرة قميص ملون في واحدة من الترجمات قميص بأكمام. ليه قميص بأكمام؟ لأنه ده بيتجاب للناس اللي ما بتشتغلش، الناس المرفهة، فأبوه يجيب له قميص بكم على أساس أنه مش محتاج يشمر بقى ويشتغل، ده راجل ده مدلل. لكن اللي هيشتغل بإيديه ما يلبسش قميص بكم، ده يلبس كات أو يلبس نص كم، لأنه ده بتاع شقة. فيوسف في بيت أبوه في تكوين 37 يتجاب له قميص الراحة والرحرحة، انت مش مطلوب منك تتعب، انت مش مطلوب منك تعمل حاجة. ويبتدي يحلم ويبتدي يعني كده يعيش الحياة اللي هي الحلم اللي يتمنى اي حد، هدوء وراحة وعدم شغل ومفيش، وابوه بيحبه وبيبديه على اخواته، حالة كده يتمناها كل شخص عايز يعيش في راحة. فجأة تقلب الدنيا، فجأة تقلب ويلاقي نفسه من أزمة لأزمة لأزمة لأزمة. يا يوسف إيه اللي أنت حسه في الوقت ده؟ يقول أشعر بأن الحياة أعطت لي القفل الوجه، أشعر بأنه خلاص يعني ما بقاش في حلاوة في أيامي. وأسأل السؤال تاني يا ديفيد اللي بطرحه من أول الحلقة، هل ينفع يخرج خير من كل هذا الذل؟ 13 سنة طويلة شوية، دي مش ليلة ولا ثلاث ليالي، دي 13 سنة. ينفع يخرج خير؟ ينفع يطلع حلاوة من هذا الجفاء؟ لأنه يخرج من الجافي حلاوة. الحياة خرجت حلاوة من يوسف وخرج خير ليوسف. قبل ما أتكلم عن الخير المادي اللي يوسف خده، طبعا يوسف اتبارك بركة كبيرة بعد موسم ذله، لكن أنا عايز أقف على بركة تاني أو خير تاني في حياة يوسف، وأنا في رأيي أنه ده أهم وأكثر معنى وقوة، وهو المعية الإلهية في حياة يوسف. في مرتين يا ديفيد يتقال عن يوسف تعبير جميل، أو يتقال عن الله تعبير جميل بخصوص يوسف. تعبير يتقال عن يوسف وهو في السجن، وتعبير يتقال عنه وهو في بيت فوطيفار عبد. في بيت فوطيفار يتقال عن يوسف وكان الله مع يوسف فكان رجلا ناجحا. يعني في العبودية وهو عبد هو شاعر بإيد الله معاه، ونجح جدا في بيت فوطيفار لدرجة أن فوطيفار أقامه على كل بيته. نجح جدا، معية إلهية في بيت فوطيفار في وقت العبودية. طب ولما راح السجن، تعبير جميل تاني أو ويمكن أحلى كمان في السجن، يقول أنه في السجن بسط الله إليه لطفا. أنا بحب التعبير ده، لما يبسط ليك لطف في ظروفك، لما يكرمك بحضور خاص جدا لما الحياة تقلب عليك، لما تشعر أن الأزمات جاية ورا بعض أزمة ورا أزمة، يبقى معاك فتكون ناجح، ويبسط ليك لطف في وسط كل القسوة والقساوة اللي أنت بتواجهها. يخرج خير من خلال معية الله ليك ومعاك في الوقت ده. عايز أقول لنفسي ولكل إخواتي اللي الدنيا قلبت والريح هبت والعاصفة اشتدت عليهم، ولقوا نفسهم كل ما يجوا يعني يصلوا ويطلبوا ربنا في أزمة، تلاقي الأزمة اللي بعدها أكتر. ساعات يجي حد ألاقي يعني أنا عايز أقول ساعات بشوف أمور فعلا أنا شخصيا بقعد قدام الله وأقول يا رب ما كفاية كده عليه. صدقني يا ديفيد يعني ساعات كده أبقى بصلي الواحد أو الواحدة وأنا بقول له انقذه من الورطة الفلانية، بعد ما صلي ألاقيه متورط أكتر، أسمع أن الظروف بقت أسوأ، وأجي قدام الرب وأقول له يا رب هو إيه اللي بيحصل، ارحمه يعني تعب. عايز أقول لإخواتي دول اللي بيعانوا من هذه الأمور،
زي ما ديفيد كان بيرنم في الترنيمة اللي فاتت، أو يمكن العدد ده أنت ما رنمتوش يا ديفيد، اللي هو بحكمة يعمل وذا هو الأفضل. بحكمة الأمثل لحكمه الأمثل تواضع نفسي. هو كده الله بيشتغل بحكمة، وهيمد إيده في الظروف دي، ولما تغمق قوي وتضلم قوي انتظر، افضل انتظر الرب، لأنه بحكمة يعمل. وفي وقت يحط كده حد لكل أمر، فانتظر الرب واصبر له، لأنه في وقته يسرع به. فالخير الأول اللي طلع هو المعية، البركة، اللطف اللي بسطه له. لكن الخير من ناحية الأزمة بقى يا على الخير، في سن 30 سنة أصبح يوسف تاني رجل في مصر بعد فرعون. اسمع التعبير ده، على فكرة قصة يوسف تتقال في 13 أصحاح. ولفت نظري النهاردة وأنا ببص في القصة إنه يوسف اتزل 13 سنة، وقصته جت في 13 أصحاح، تبتدي من تكوين 37، تكوين 38 كده يعني حاجة اعتراضية، قصة اعتراضية كده، لكن من 39 لغاية 50 يكمل قصة يوسف. ف 13 أصحاح يتكلموا عن يوسف. يجي كده في جزء كده في تكوين 41 يقول كده الكتاب، إنه فرعون أركبه على مركبته الثانية، واسمع التعبير اللي جاي كده، ونادوا أمامه اركعوا. واحد خادم زمان قال تعبير جميلة ديفيد، قال يوسف راكب مركبة فرعون وماشي بيها، وفي حد منادي بيقول اركعوا، يعني كل ما المركبة تمشي الكل يركع، ده أمر فرعون. والخادم ده قال تعبير كويس، لو امرأة فوطيفار ماشية في الشارع تعمل ايه؟ تركع. دي امرأة فوطيفار، بس ده أمر فرعون. الله يصنع خيرا في الذل بالمعية وبتدخلاته المعجزية الحقيقية اللي بتحصل في مراحل كثيرة من أيام حياتنا. عشان كده ديفيد، ما عرفش أقول لك حاجة ولو تحب تعلق عليها قبل ما ترنم الترنيمة اللي جاية. أنا عايز أقول حاجة بس، قول. في الحتة دي أسيس، في حاجة مهمة جدا بالنسبة لي أنا شخصيا، أنه يوسف كان ابن المدللة اللي هي رحيل، اللي يعقوب شقي وتعب سنين طويلة علشان يتجوزها، وبعد ما تجوزها استنى سنين وسنين لغاية ما تخلف، وبعد ما خلفت وقتها قال لخاله أو عمه، خاله لبان أنا عايز أمشي. لغاية ما هي ما كانش بتخلف، ما كانش عايز يمشي، كان قاعد. لكن الموتيفيشن بتاعه كان إنه خلاص دلوقتي أنا اللي صبرت ونلت، واللي كان بيحبها من كل قلبه. فاللي عايز أقوله عشان ما طولش، إنه كان هو يعني يوسف وبنيامين كانوا مدللين جدا، لأنهم كانوا سبيشل، وإخواتهم كانوا شايفين، وجم من رحيل المحبوبة، من رحيل المحبوبة جدا طبعا. فإخواته كانوا شايفين كده، ويوسف كان برضو شايف نفسه شوية في الحتة دي، فكان لسه ما نضجش كشخصية وما بقاش راجل قوي يعني. الظروف اللي بعد كده اللي دخل فيها عملت منه راجل، وراجل كبير قوي في مصر. والخير اللي كان في كل الذل اللي هو شافه، انه طبعا عائلة يعقوب كلها نزلت مصر، ومن عائلة صغيرة بقوم 400,000 اعتقد، كان سبب بركة 600,000، كان 600. كان سبب بركة لكل عيلته والمصر كمان. وفوطيفار حطوهم في احسن حتة في مصر، وقال دي الحتة بتاعتكو اللي عيلتك كلها تسكن فيها وتكبروا فيها. فكان في خير كبير قوي من خلال يوسف. عايز اقول لك حاجة كان فكرتيني بيها يا ديفيد، في حلاوة يوسف لما نضج. انت زي ما انت قلت، يوسف في بيت ابوه ما كانش ناضج، يحلم احلام ويروح يغيظ اخواته بالاحلام وبتاع. لكن بعد كده لما الساقي بيسأله انت هنا بتعمل ايه في السجن، عارف يوسف رد عليه قال له ايه؟ طبعا لو انا مكان يوسف
أو لو يوسف قبل ما ينضج ويحلو من خلال الذل والألم كان هيقعد يشتكي من إخواته واللي عملوه واللي عملته فيه مرات فطفار، ويقعد يقول ده عمل وأنا هنا اتظلمت، أنا موجود هنا ظلم. بص الرد بتاع يوسف، يقول له كده: لأني سرقت من أرض العبرانيين. هو يوسف اتسرق من أرض العبرانيين؟ ده يوسف اتباع، إخواته باعوه، ما شاورش حتى على عيوب إخواته. لأني سرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا. خد بالك ما جابش سيرة مرات فطفار. وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في هذا المكان. نضوج ومشفي كده، عارف النفس المشفية دي اللي هو لا يحمل مرارة، لا أخلاق عالية كده، شخصية كده جميلة وبركة كبيرة تطلع من كده. عشان كده بتهيألي نقدر نحط حياتنا بين إيديه وإحنا مطمنين إنه هيمشي معانا وهيطلع خير من كل موسم ذل، حتى ولو طال شوية 13 سنة. أمين أمين. تفضل يا ديفيد. ماشي معايا اللي فداني، مش ممكن أبدا ينساني، مالي حياتي وتفوي أغاني ووعاتي يجي قريب تاني، ووعاتي يجي قريب تاني، ووعاتي يجي قريب تاني. ميت كنت عطاني حياة، أصبح قلبي بيت الله، ديني كبير وولي وفا، هقضي حياتي المجد وصلاة، هقضي حياتي المجد وصلاة، هقضي حياتي المجد وصلاة. لما عدوي يجي يحارب، إما بمدح إما تجارب، وسط الريح تملاني الراحة، طول ما معايا يسوع في القارب، طول ما معايا، طول ما معايا، طول ما معايا يسوع في القارب. اللي أرد ناظر غنى حبه، طول ما أنا دايما جنبه، عايز أعلن رقة قلبه علشان أخلي الكل يحبه، علشان أخلي الكل يحبه، علشان أخلي الكل يحبه. عادي أجاهد طول أيامي مهما اشتدت بيا آلامي، لازم يشهد عنه كلامي، لازم أبين سر سلامي، لازم أبين سر سلامي، لازم أبين سر سلامي، لازم أبين سر سلامي، لازم أبين سر سلامي. عايز برضو أقول لإخواتي اللي شعرين أنه الدنيا اتقلبت حواليهم، سقطت الأعمدة، اللي شعرين أنه بعد ما الأمور كانت ماشية كويس ومبتسمة الدنيا فجأة اتكهربت والريح هاجت، ولقيت نفسك أو لقيتي نفسك في وضع صعب ما كانش في الحسبان، واتنقلت أو اتنقلتي من راحة لتعب شديد، يمكن مرض ظهر فجأة يعني غير كل الصورة، يمكن أزمة حصلت فجأة غيرت كل الألوان في اللوحة بتاعتك، يمكن شخص معين أو ناس حواليك أذوك أو أزعجوك جدا. كمل، انتظر الرب وسترى يد الرب معك في هذا الوقت، سيكون الله معك في وقت ذلك، حتى لو طال 13 سنة أو أيا كانت
الزمن أو الفترة دي، كمل في انتظار الرب، سيبسط لك لطفا في تعبك وفي ذلك، وفي الآخر هيطلع منه خير. الله حكيم جدا وعبقري في أن يخرج خير من وسط هذا الذل. آخر شخص عايز أحطه قدامكم، احنا شفنا دانيال كان موسم ذله ليلة واحدة، ويونان كان 3 ليالي، ويوسف 13 سنة. آخر حد عايز أسيبه معاكم كان موسم ذله 40 سنة. 40 سنة موسى اتذل 40 سنة. في سن 40 موسى بدأ مرحلة ذله لغاية ما كمل 80 سنة. يا على طول الوقت، ويا على إحساس الفشل اللي في موسى. أنا لو هروح أقابل موسى في البرية كده في آخر 40 سنة دي دول، وأقول له يا موسى أنت هنا بتعمل إيه؟ يقول لي أنا هنا بسبب تسرع، شخصيتي كانت محتاجة شغل. يمكن ديفيد أشار إنه شخصية يوسف برضو ما كانت محتاجة شغل، لكن كمان موسى كانت محتاجة شخصية شغل كتير قوي. ليه؟ لأن المطلوب منه كان كبير قوي. الدعوة بتاعت موسى، المطلوب من موسى حاجة كبيرة قوي قوي قوي. موسى هيخلص شعب الرب، موسى هيقود رحلة صعبة جدا، موسى هينقذ شعب من العبودية. عشان كده ما كانش ينفع موسى بشخصيته دي، كان محتاج كده يتظبط. هذا الإناء كان يحتاج إلى تعديل. موسى في 40 سنة أو قبل الذل كان شخص متسرع، يعتمد على قوته الذاتية وذكائه. شاف 2، واحد مصري واحد عبراني بيتخانقوا في سفر الخروج أصحاح 3، فراح اتصرف بقوته كده، بص هنا وهناك. الكتاب يقول التفت هنا وهناك، وأنا دايما بقول يا ديفيد هو التفت هنا وهناك لكن لم يلتفت فوق. هو ما رفعش عينه ويقول له يا رب اعمل ايه، لكن هو بص هنا وهنا لقاش حد، راح قتل المصري ونصر اخوه العبراني. تاني يوم لقى 2 عبرانيين بيتخانقوا مع بعض، فبدل ما يستعمل قوته استعمل ذكائه وحكمته، قعد يقول لهم يا جماعه انتم اخوان ما ينفعش تتخانقوا. راح قالوا له من اقامك علينا قاضيا؟ هو انت هتقتلنا زي ما عملت مع المصري امبارح؟ ويخاف موسى ويهرب، ويبتدي موسم ذله، ويفضل الله شغال عليه في موسم الذل، يفضل يعدل في الشخصية دي، يفضل يصنفر في الشخصية دي، يفضل كده يجهز فيها علشان تبقى كام قادرة ان هي تقوم بالغرض العظيم ده. وفي خروج 3، أنا آسف أنا قلت إنه اللي اتصرف فيه مع المصري والعبراني والاتنين عبرانيين ده كان في خروج 2، لكن في خروج 3 في نهاية 40 سنة الذل دي يلتقيها الله في العليقة المشتعلة لكنها لا تحترق، ويقابله هناك ويقول له كده، اسمع معايا كده هذا الجمال في كلمة الله. يقول له في عدد في خروج 3 وعدد 4، فلما رأى الرب أنه مال لينظر نداها الله من وسط العليقة. كان من زمان ما سمعش صوت الله، الحياة احنا ما نشوفش خالص أن الله نادى عليه أو اتكلم معاه قبل الحكاية دي خالص، لكن نادى من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا، وابتدى يقول له لا تقترب. بعد كده يجي في عدد 10 يقول له ايه، فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. أنا مجهز لك حاجة عظيمة جدا يا موسى. ده ما كانش عبث اللي بيحصل في الوقت اللي فات، ده ما كانش كده يعني عشوائي وخلاص. أنا كنت مراقب كل يوم في 40 سنة اللي فاتوا، أنا كنت شايفك وانت حاسس انك 40 سنة من غير إنجاز، فشلان في كل حاجة، لا حصلت تبقى في بيت فرعون، ولا حصلت تبقى انك بتقود شعب الرب، ولا حصلت اي حاجة. انت مطرود ومطارد وخايف لألا فرعون يسمع انت فين ويبعت ويجيبك. انتهى موسم ذلك يا موسى، انت
تعالى بعتك عشان تخلص. أحبائي، في نهاية كلامي عايز أقول أنه أحيانا الإناء بتاعنا يحتاج إلى بعض المعالجة لكي يصلح للغرض الإلهي اللي ربنا مجهزنا ليه. الله عنده غرض، وبلاش تسمع الكلام ده وتحس أنه آه ده الكلام بتاع الوعظ اللي بيقولوه في الكنائس، لكن هذه حقيقة. الله لا يفعل شيء بالصدفة. عندما يسمح لك بذل طويل 40 سنة، أيا كانت 40 سنة في حياتك دي قد إيه، لكن يمكن طول المدة بسبب عظم الدعوة اللي ربنا دعيك ليها. بعدها الله عايز يبعتك عشان يحقق بيك حاجة عظيمة. اكتشفنا أنه كان لسه في وقت، على فكرة اكتشفنا أنه كان لسه في 40 سنة تانيين ينفع موسى يشتغل فيهم، 40 سنة تانيين موسى يقود الشعب. عشان كده أنا ما أعرفش الباقي في عمري قد إيه أو في عمرك، بس اللي أنا عارفه أنه في وقت الله هيستخدم فيه كل التشكيل اللي فات علشان يصنع أمور عظيمة في الوقت اللي جاي. وأسأل موسى، خرج خير؟ آه خرج خير. موسى الشخصية المتسرعة دي اللي هو بيضرب من غير ما يسأل الرب، يقول عنه تعبير الكتاب ما تقالش عن حد تاني. في سفر العدد أصح 12 يقول كده: أما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس على وجه الأرض. يا على التقرير ده، موسى أحلم هذا المتسرع، بس شغل ربنا بقى الآنية لما يقعد يشتغل عليها ويظبط فيها ويصحح ويعدل يطلع منها موسى اللي هو إيه. كان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس على وجه الأرض. يا عن نعمة تقدر تعمل إيه. أنا نفسي نختم بكلمات الترنيمة ده. ديفيد لو عايز تقول حاجة قبلها تفضل، لكن عايزين نقول الكلمات دي: أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عضو اصنعني وعاء آخر. أمين. أنا بس عايز في حتة في مزمور 66 بتقول في وسط التسبيح وباركوا إلهنا يا أيها الشعوب، بيقول كده: الجعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. بعد كده فجأة بيقول: لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت أناسا على رؤوسنا. دخلنا، دي الحتة الوحيدة اللي ما بيقولش أنت عملت كده، بيقول إحنا دخلنا في النار والماء لكن أنت أخرجتنا إلى الخصب. ربنا بيستعمل كل الظروف دي علشان يشكل شخصيتنا، زي ما عمل مع يوسف وزي ما عمل مع موسى وزي ما عمل مع ناس كتير ويونان. فلما بنحس بضغط على حياتنا نبقى عارفين انه ربنا بيشكل فيه، بيصنع شيء يعود يصنعه وعاء اخر يصلح. امين. ايها الفخار الاعظم، انا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء اخر مثل ما يحسن في عينيك. آتي إليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك، لا لليأس ولا للماضي، قلبي اتجه الآن إليك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أخضع ذاتي دون عنادي، لأصابعك تشكل فيا، إن توجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أخضع ذاتي دون عنادي، لأصابعك تشكل فيا، إن توجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف
بين يديك عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. ديفيد جدا امتعتنا بالتريمات الجميلة والصوت الجميل. عايز اختم كده بان اقول لاحبائي في كل مكان، لا تفشل في موسم ذلك، انتظر الرب، ترجى الرب، هو معك، يبسط لك لطفا، يخرج من هذا الذل خير. اسمع تاني الآية دي اللي قالها كاتب المزمور 119 عدد 71: خير لي أني تذللت لكي أتعلم فرائضك. ربنا معكم.